واستطلعت كاميرا السودان اليوم عددا من الصحفيين حول توحيد الرؤى والجهود الوطنية من أجل الخروج من الأزمة السياسية الراهنة في البلاد. احنا ما مفروض في انا برا انه الوضع الحاصل لسه في المفاوضات دي ما برا انه ان احنا تكون في كيمان العساكر في جهة والجيش في جهة والمجلس العسكري وقوة التغيير الحرية والتغيير والأحزاب والحركات الشبابية والحركات الأخرى. أنا برى أن الوضع الآن والأصح والأحسن للسودان عشان أن احنا نتقدم كل الناس ما يكون في إغصاء، لأنه الخل الغبن الحاصل ده الإغصاء اللي كان حاصل. كل المبادرات أديها 5%. المجلس العسكري الآن رصد 100 شخصية للدفع بهم في تشكيل حكومة تصريف مهام. الذين يحضرون هنا ليكونون في الإعلام، ليكونون للعلن. أفتكر هنالك حتى المبادرات الوطنية دورة بسيط، لكن أنا أعول كثيرا على الإدارة الأهلية، هي الآن حتكون لها تصويبات كبيرة جدا في المرحلة المقبلة. في مجموعة من المبادرات اللي انطرحت حول مجلس السيادة اللي هو ده بيعتبر العقبة الأساسية للطرفين، باعتبار أنه كان في اتفاق مسبق تم ما بين الحرية والتغيير وما بين المجلس العسكري متعلق بالبرلمان ومتعلق بمجلس الوزراء. أعتقد أنه الوساطة الأفريقية جاءت بشكل توافقي للطرفين. نتمنى من الحرية والتغيير والمجلس العسكري أنهم يتوافقوا على البنود الأساسية للمجلس السيادة، ومن ثم ينطلق السودان لقدام.